إذا فتح العينة من الجهاز هذه درجة شوف. هناخد العينة من نفس الدرجة، عينتين في إناءين مختلفات، هذه عينة وهذه العينة من نفس الدرجة. طيب لما نجي نختبرهم، طيب العينة واحدة، إذا ننفس على واحدة ونختبرهم، إذا نفسنا على هذه ولا هذه، عشان نبين الفرق في التنفس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تنفس على الطعام والشراب، وبالذات السوائل. هذه عينة موية واحدة، نفسنا على واحدة وهذه ما نفسنا عليها، لما نجي نختبرها حنلاقي الفرق. هذه ما نفسنا عليها، صلت قلبية ممتازة جدا للشرب، درجة الـ pH فيها 8. أما هذه حطينا عليها التنفس، شوف كيف تغيرت. كلها من نفس المصدر، واضح جدا، وكلها من نفس المصدر. تغيرت ليش؟ لأنه ارتبط معها غسان أكسيد الكربون الناتج من التنفس مع مركبات الموية، حولها حمضية وترفع الحموضة في الجسم، وهذه الحكمة من النهي في السنة النبوية صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. حتى في الأمطار لما ينزل المطر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك شف راسك، ليش؟ المطر بينزل نفسه مغطى خالي من الأملاح. يزول فيه ثاني اكسيد الكربون في الهواء الجوي، يكون المويه الحمضيه زي هذه تناسب خارج الجسم، البشره والشعر. ما ينفع ادخلها لداخل الجسم، بس تناسب البشره والشعر.